بابا وفي ماما وفي عمر وفي خالد وفي بيبي، كل ده لازم يحصل قبل ما انا اقول اه او لا وافكر في الموضوع. كل الناس دي مهمه بس انت اهم واحده، ولو انت وفاتي الباقي مجرد وقت. بس انا عنيد ما اسقيس، انا محتاجه افكر، انا محتاجه افكر. بس انت كده عرفتي ان الخاتم ده جاي باسمك انت. اوكي انا هخليه معايا، واول ما تقولي لي اوكي ان شاء الله هيبقى بتاعك. اتفقنا؟ وترتني والله ما كانش قصدي. الجو حلو بس انا خلصت الموضوع. يا رب تسرح. كنت ايمن بيه ازاي؟ ازيك؟ ايه الواد فين؟ فين يا باشا؟ انت متاكد ان هو اللي عملها؟ مش متاكد قوي يا باشا، بس هو ده السواق الوحيد اللي بقاله اسبوعين ما نزلش الموقف. عرفت منين؟ عيب يا باشا، ده موقفي. اسمه ايه الواد ده؟ اشرف يا باشا. تعالى يا كنت. اتفضل يا باشا. ايوه دقيقة. اشرف موجود؟ مين؟ انا باراكوتا زميله في الموقع. خير يا باراكوتا؟ خير، معايا ناس مهمين عاوزين. طب ما تروح له الموقف يا زميله. ما هو بقاله مدة ما بيجيش. وهنا برضو بقاله اسبوع ما بيجيش. طب اخر مرة شفتيه انت؟ عدى شوية من يومين كده. عندك رغي تاني يا اسطى؟ لا لا متشكرين. انا عايز الوقت ده ضروري يا باراكوتا. بكره يكون عندك يا باشا. بكره يكون عندي؟ هتعرف برفعك ده؟ ممكن اطلب طلب؟ قول. اول ما اديك رنه اديلي على طول. اوامرك اوامرك يا باراكوتا. بس في حاجه، انت خايف ليه؟ الوقت ده لو ما جاش هتزعل مني يا باراكوتا. يلا عشان اوصلك. لا يا باشا انا بارك هنا. طب سلام. سلام يا باشا. نزلوا من العربية. هو أنا ليه فجأة حاسس إن كلنا قلبنا عمر سلطان؟ طب إيه الأخبار؟ دخلوا العمارة دي. طب استني أنت بقى هنا. أنت مش عايزاني أجي معاكي؟ لا لا حبيبي ما تقلقش. أوكي تيك كير. عليكم السلام. الاستاذ نبيل ساكن هنا؟ لسه طالع. الدور ال 11 شقه 112. هو عنده ضيوف. مساء الخير. مساء النور. عمر! اهلا! الله 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 الله. عدي يلا! يلا! اندويتوا! هي انا اللي كسبت! هو انت يعني عشان ربنا مديكي شوية قوة تطلعيها على الخلق؟ ماشي طب تعالي بقى. اوف في سليب في جو لبش كده بيحصل. لبش؟ اقف بقى. انت بتقول لبش؟ لا اقصد غابة. انا برضه حاسة بكده، بس على فكرة مش في دماغ عمر خالص. على فكرة بقى دي المشكلة، اللي زي غابة دي محدش عارف هي ممكن تعمل ايه لو حد قالها لا. ولا لو طلعت لها واحده زي مريم. ما انت فاهم هو قاري اهو. طب احنا عايزين نتصرف.
انا هتصرف. بقول ايه، احنا مش ناقصين، احنا يا دوب. انا هتصرف ان شاء الله. خلاص ياه، اخيرا هعمل رحله سفاري بجد. تسعة مره واحده هتيجي معانا طبعا. مش هينفع. ليه كده؟ سوري بجد، كان نفسي ابقى موجوده معاكم يعني، بس زي ما تقولي كده عندي بدايه دور برد، وخايفه بصراحه لو نزلت الميه يتعبني زياده. خساره. طيب عيشوا بقى في التوفيص، احنا نمشى شويه كده قدام في الموضوع. يلا مريم، بعد اذنكم. كده بقى ابقى عملت اللي عليا، لو اي حاجه وحشه حصلت لكم، لو عمر عرف على علاقتكم بسلام. انا ما عنديش اي مشكله ولا انا، بس حضرتك عارفه ان احنا بنشتغل في مكان واحد كلنا. لا مفيش مشكله، خدوا اجازه كام يوم، اختفوا شويه، مش ازمه يعني. والله ما ينفع كده بقى، انتوا ناويين تقلبوها غم. غم ايه؟ والله ابدا، الموضوع مش فارق معانا خالص. اه بس فارق مع ايه؟ شيلي يد من دماغك وانا هوصله الرساله اللي انت عايزاها. حلوها زي ما تشوفوها، تعاملوا جوه الشغل بس بره الشغل تنسوها. ايه، ما تعرفش تخلي واحده تقفش منك؟ صعب، اصل احنا اصحاب من زمان. مفيش حاجه صعبه، سيبي لي انت الحكايه دي كلها وانا هظبطها وهندلها. دي هسيبكم انا بقى. نورتينا يا استاذه. ذوق انت قوي برضه. على الله وعليك بقى يا نمر. تمام. دايماً لابسة ماسك، مش بتقول